اسمع الوقاية خير من العلاج، ما تقربوش لبعضكم وتدخل فيها. ولا صراحة ما عندك كل مسالة كبيرة كيما مصلحة عبالي عبالي الناس كلها خايفين. إيه ولكن لا قدر الله يلا غارب والله يجي واحد أمبار هم يتكلموا واحد هم يتكلموا يقول لك واحد جا من تونس راه هارب هنايا وين على بالي وراه هنا عندك حق هذه عندك حق ويسكن هنا في الزوايا المرجع ولا مش عارف كانوا عندنا ثلاث حالات مشتبه فيها كلها سلبية والحمد لله، لكن الآن الحاضر مطلوب جدا لأنه المواطنين تاعنا اللي كانوا في الخارج كامل دخلوا، كاين يدخلوا عبر الطائرة كاين اللي عبر الحدود البرية، واحتمال يكون فيه بعض الأفراد اللي ربما لا قدر الله كانوا في احتكاك مع أشخاص ربما يحملون الفيروس هذا. فلهذا احنا الآن في هذه اللحظات في حملة تحسيسية مباشرة مع المواطن من أجل ماذا بين نلحقوا إلى مدينة دون حركة بشرية في هذه الأيام، ولنصبر 10 أيام أو 14 يوم وتعود الأمور إن شاء الله لمجراها الطبيعي. رجاك يوعي في الشعب نتاعنا، الشعب نتاعنا عنده مرض خطير يدور، إن شاء الله هكا مبادرة ملاحة من السيد الوالي واللجان الولائية كلها، نطلبوا من الشعب يتعاون معاهم، يكون عند حسن الظن، كل واحد يحكم داره، أحكم دارك أخويا.